لعبها في ليفا احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. والكرة أهداف تحمل العديد من الأهداف والذكريات الجميلة في حقب مختلفة، سواء من عمر الرياضة الكويتية وحتى الخليجية، لن نكون بعيدين عن أحبتنا في دول مجلس التعاون الخليجي. مباريات لا زالت عالقة في الذهن في بطولات، سواء محلية أو بطولات خليجية أو بطولات أسيوية. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 26/7/2004 في نهائي بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التقى السعودية وأيضا العراق. والعراق عندهم كما أسلفت لاعبين نشأة أكرم ويونس محمود، لاعبين هدافين. في الجهة المقابلة أيضا كان مع المنتخب السعودي لاعب قال له بارز فترة وتألق، حمد المنتشري، من اللاعبين المميزين. وكان نهائي كأس البطولة كانت مباراة مميزة، وحقق منتخب العراق كأس بطولة أمم آسيا بعد فوزه على الأخضر السعودي. نسترجع الذكريات في تلك الحقبة الجميلة، شوف في بعض. نتيجة لا زالت تعادل بين المنتخبين العراقي والسعودي، ومحاولة اختراق من العمق، ولكن هناك تغطية من رضا وكرة مقطوعة من جديد. الحكم المساعد لم ينتبه لرفع الراية، وكرة ملعوبة أمامية ناحية اليسار، وهي نفسه ويسجل الهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب العراقي، ممتازة جدا أمامية. نشأة أكرم يستفيد من تباطؤ المدافعين السعوديين ويسجل هدف أول في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، وهدف واحد مقابل لا شيء للمنتخب السعودي. أثر تباطؤ لاعبي المنتخب، شوف الإعادة، شوف الإعادة، تباطؤ المنتخب السعودي ولعبها على طول نشأة. شوف لعبها جات لرزاق، ورزاق وصلت إلى نشأة، ونشأة لعبها على طول داخل المرمى، يسجل المنتخب العراقي. قد تكون نتيجة كبيرة، يعني كل شيء وارد في كرة القدم بعد ما شفنا المنتخب الأردني آخر واحد في الوقت بدل ضائع سجل هدفين. كرة ملعوبة تلعب، ومحاولة لتخطي ناحية اليمين، راح يلعبها، تلعب أمامي داخل مرمى، تنقل وتكمل، وهدف التعادل. الهدف الأول للمنتخب السعودي، الهدف الأول للمنتخب السعودي. وزي ما ذكرت لك، أنا أقول لك إن كرة القدم لا تعرف إلا كل ثاني من ثواني المباراة، وبالتالي كل شيء كان وارد. كان ممكن المنتخب السعودي يسجل، كان ممكن المنتخب العراقي يسجل، لكن الهدف الأول وسط احتجاج المنتخب العراقي، الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 13. في الدقيقة 13 راح نشوف من اللي سجل الهدف السعودي. هدف واحد، هدف واحد مقابل واحد، هدف هدف تعادل. راح نشوف من اللي سجل الهدف السعودي. هذا الإعادة، عدى الدوخي، عدى بطريقة صحيحة، ولعب كرة أمامية، وسويد لعبها، والمنتشري، المنتشري إذا سجل هدف التعادل، سجل هدف التعادل المنتشري. هات الخذ، ممتازة، ويحاول عدي داخل 18 النقل، وهذه كرة خطرة اللعب، وترجع مرة ثانية سدد، وجول. المنتخب العراقي يسجل من خطأ فادح للدفاع السعودي. المنتخب العراقي، المنتخب العراقي، يونس يسجل
هدف ثاني. وأنا ذكرتك أن المباراة لن تنتهي بالتعادل، والعلم عند الله. المنتخب العراقي يسجل هدف ثاني ويصبح يعني عقاب قوسين أو أدنى. شوف الإعادة من كرة مرتدة لعبها حارس المرمى نجعي، والله لم يقصر نجعي، ولكن اللاعبين المدافعين تمكنوا من شوف لم يتمكن، شوف شوف تابعه حاول، ولكن يعني شوف عدنان. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، في 25/7/2004 في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم في الصين التقى البحرين وإندونيسيا، ومنتخب البحرين مثل لما نقول علاء حبيل ونقول طلال يوسف برز لاعب ينقال لحسين علي، البحرينيين يسمونه بليه. وتذكرون التعليقات قبل كانت لما يطلع لاعب مميز تعلق تعليقات اللاعبين الأجانب في تلك المرحلة، أن يكون طلال يوسف وعلاء حبيل وبليه أو حسين علي معناها الفوز للأحمر البحريني. دعونا نشاهد الأهداف. يشعر بالألم، كرة توصل الآن، حسين علي، حسين علي فاتح لطلال، طلال 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 طلال، هذه هذه حسين علي، حسين علي عوضها عوضها حسين علي أحمد عبد الله، وحط الهدف الأول للمنتخب البحريني، وثاني هدف وأول هدف، ثاني هدف للمنتخب البحريني في هذه البطولة لهذا اللاعب. واحد لا شيء. شوف طلال يوسف، والله جهدك رائع ومجهودك كبير. شوف يا طلال، يا حالاتك يا طلال، ويا حالاتك يا حسين يا علي. علاء حبيل، علاء حبيل، محمد سالمين، علاء حبيل فاتح لشقيقه محمد حبيل، يلعبها لمحمد حبيل، كرة بحرينية الآن عرضية، هذا للوالدة، هذا للوالدة، هدية والدتك وهديتك للوالدة من ولد البحرين علاء حبيل، واثنين البحرين، حلوين حلوين يا عيال البحرين، واثنين لا شيء في مرمى اندونيسيا. وقلت لك في البداية نبي هدية لوالدتك يا علاء حبيل، وهذه الهدية مو بس لوالدتك، للجماهير العربية كافة. اثنين البحرين لا شيء اندونيسيا، هدفين للمنتخب البحريني. هذا سامسون البحر في المنتصف توصل ليه، هذه حلوة بسلان وليبول، والهدف الأول، والروح تعود للمنتخب الاندونيسي من جديد. قلت لك هذا إيلي، هاي بوي حرك الهجوم الاندونيسي، وهدف في الدقيقة 75، هدف في الدقيقة 75، والحقيقة اشتباك داخل منطقة الجزاء كان اللاعبين الاندونيسيين، هذا علاء دون راية، علاء محمود جلال الدولي هو اللي بينفذ، محمود لا طلال، الله يا طلال يا طلال يا طلال، الثالث من طلال يوسف، يا طلال يا يوسف يا محمد يا أحمد، ثلاثة المنتخب البحريني، ثلاثة حلوين من عيال البحرين الحلوين، 3-1. شوف شلون حطها، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وهذا الثالث للبحرين، يا سلام، 3-1. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، الله.
احبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهايه برنامجنا الكره اهداف. ان شاء الله استمتعتوا في اهداف حلقه اليوم باذن الله تعالى. غدا ان شاء الله في اهداف جديده. نشوفكم على خير، فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم. مع السلامه. لعبها بلاي فاحنا في